السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نشوف مثال مثلا ازاي ارسم برج على هيئة ماس. طيب هاجي هنا مثلا في الاليفيشن والاقي هنا الليفلات، هقول له يونت وهقول له خلي ده مثلا بالمتر او المليمتر زي ما تحب، تمام. طيب واقول له مثلا كوبي واقول له مالتيبل واقول له كونسترين، تمام. او ممكن اقول له اري وأقول له مثلا اعمل لي منها مثلا 10 20 زي ما انت عايز. طيب ممكن بعد كده تروح الفيو وتقول له انا عايزك تعمل لي الفيوهات دي كلها بالشكل دوت، وخلينا اجي هنا في ليفل 1 واروح رايح لقائمة مسج ان سايت واقول له امبليس ماس وابدا ارسم الشكل دوت اهو ده في ليفل 1. وبعد كده هاخد الشكل ده كوبي من الليفل دوت واقول له طلعهولي لليفل 2. اوكي اطلع بقى في ليفل 2 الاقي الشكل دهوت، تمام. اتاكد برضو من 3D انا معلم على انهي واحد عشان معلمش على اللي تحت، ومثلا يقول له مثلا اعملوا لي موف شوية بالشكل دوت. تمام واقول له اعملوا لي روتيت بالشكل دوت. تمام هاخد ده بقى فوق كوبي، تمام، واطلع على الليفل 3، تمام، واقول له بيست تو كارنت فيو واروح اقول له اعمل لي موف في الناحيه دي شويه كده واقول له اعملها لي روتيت بالشكل دوت. وبعد كده هاخد كوبي ليفل 4 اقول له بيست واروح شكل كده شويه واقول له روتيت، وخلينا بقى نعمل سكيل للحاجه، سكيل وروتيت، هقول له روتيت خلينا نعمل سكيل، تمام اهوت. خلينا نقول له مثلا 1.5، لا خليها 0.7 مثلا بالشكل دوت، تمام. و دوت برضو ممكن نصغرها 0.8 مثلا بالشكل دوت. وبعد كده هقول له اوريه في 3D يطلع معايا حاجة بالشكل دوت. طيب هبدأ اعمل اللي عليهم سيلكت كلهم واقول له كرييت فور، يبدأ يعمل لي حاجة مثلا بالشكل دوت، تمام. طيب ممكن بقى تبدأ تعمل سيلكت على الجوانب كلها وتحولها لحائط، ممكن تقول له ماس فلور، الشكل دوت. وبعد كده اقول له architecture واقول له ان انا عايز اعمل وول باي فيس، وتبدا بقى تختار كل فيس يبدا هو يعملها لك.